حظر إعلامي شامل على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ضمن أحدث سلسلة من الشد والجذب بينه وبين الحكومة القائمة برئاسة شهباز شريف. ويسري قرار الحظر الصادر عن هيئة تنظيم الإعلام على كل الخطب المسجلة والمباشرة لخان، وبررت الهيئة الحظر بسبب ما وصفته بادعاءات خان التي لا أساس لها، واتهمته بنشر الكراهية ضد المؤسسات، وهو ما من شأنه الإضرار بالحفاظ على القانون والنظام. وحذرت الهيئة من أن انتهاك أي وسيلة إعلامية للقرار سيؤدي إلى إلغاء ترخيصها. صدر الحظر عقب خطاب ناري ألقاه خان انتقد فيه الحكومة والجيش، وأتى بعد ساعات من صدور مذكرة توقيف بحق خان ومحاولة الشرطة اعتقاله في منزله في لاهور، غير أن مساعديه أبلغوا الشرطة أنه ليس موجودا. وبعد مغادرة الشرطة ظهر خان وألقى خطابا أمام حشد من أنصاره وكشف خلاله عن الحظر، واتهم جنرالا في الجيش بقيادة حملة اعتقالات ضد قادة حزبه خلال الأشهر الماضية، وانتقد حزب الحركة الوطنية من أجل العدالة الذي يتزعمه خان قرار الحظر. وقال قيادي في الحزب إن القرار يظهر قلق الحكومة وخوفها من فوز الحزب في الانتخابات المقبلة، ويطالب خان وحزبه بإجراء انتخابات مبكرة. وصدرت مذكرة التوقيف ضد عمران خان بناء على اتهامات منها قبول هدايا غير مشروعة من شخصيات أجنبية حين كان رئيسا للوزراء والتربح من بيعها. ويحظى خان الذي خسر منصبه خلال تصويت بالثقة في البرلمان في أبريل الماضي بشعبية كبيرة، وهو ما ينذر باحتجاجات واسعة حال اعتقاله، خاصة وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها باكستان.